بيت الهنا. هي بتقول لجارتها إنه فلانة أصلاً ما حصل سمعتها بتختلف مع زوجها وإنهم عايشين حياة مثالية، وجارتها بتحاول تقنعها إنه أي حياة زوجية لابد من إنه يكون فيها مشاكل. هل صحيح إنه أي حياة لابد أن يكون فيها مشاكل؟ وهل صحيح إنه الحياة المثالية ما بيكون فيها مشاكل؟ المشكلات الزوجية من ضمن حديثنا عن ملف الحياة الزوجية، بنتناول مشكلات وسببها وكيف إحنا ممكن نعالجها. وبنرحب بكم مشاهدينا مشاهدي بيت الهنا، إن شاء الله كل بيوتكم تكون خالية من المشاكل والخلافات. ونرحب بضيفنا كريم برضو، دكتور جيلي حمزة، مختص في مجال علم الاجتماع بجامعة أم درمان الإسلامية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بكم وأهلا بالمشاهد الكريم. يعني دكتور، في ناس فهمون عن الحياة الزوجية المثالية إنه ما بتحصل فيها أي خلافات، هل الكلام ده صحيح؟ الكلام هذا كلام ما صحيح، لأن الحياة الزوجية يعني مليئة بالصعوبات والمشقات والعقبات بتواجه الإنسان في إشباع كثير من حاجاته وحاجات أسرته. نعم. فلذلك في أزمات وفي مشكلات بتواجه الأسرة، بتواجه الزوجين في بداية حياتهم أو في كل مسار الحياة الاجتماعية، لأن مطالب الحياة كثيرة وما كلها ممكن تحقيق يعني. طيب في رأيك يعني الحاجة اللي بتسبب المشكلات بين الزوجين، هل هي مثلا، في ناس بيقول لك احنا تزوجنا صغار، نعم، وكانت الثلاث سنين الأولى من حياتنا لحد ما وصلنا لسن النضج كانت عبارة عن خلافات مستمرة وأهلنا بيتدخلوا، فهل العمر بتاع الزواج ممكن يكون هو سبب في المشكلات الكثيرة دي؟ والله ممكن، يعني في كثير من الدراسات بتشير لأنه يعني عمر الزوجين وخاصة في السن أقل من 20 سنة دائما بيواجهوا كثير من المشكلات وبتواجههم كثير من الأزمات. نعم. وده ناتج لقلة التجربة بتاعتهم اللي بيمروا بها، بالإضافة ليعني طبيعة تركيبتهم، هم دائما في بداية فترة الشباب وفي مؤخرة المراهقة، وطريقة الانفعالات دائما شديدة والتأثر بكثير من المثيرات بيكون شديد جدا. لذلك هي فترة أصلا متوترة من حياتهم اللي هي فترة المراهقة زي ما أنت ذكرتها. نعم. ففي رأيك إنه دي ما هي مناسبة لاختيار بداية الحياة الزوجية؟ هي ما هي مناسبة، ولكن طبعا نحن إذا رجعنا للدراسات ولطبيعة المجتمعات، نعم، في بعض المجتمعات يعني الزوجين ديل ذاتهم بكونوا هم في حتى في الفترة دي متبنين من الأسرة الممتدة. نعم. يعني بيكون كل شؤونه بيدير الأسرة الممتدة. في هذا الوضع ممكن الأسرة الممتدة ممكن تعالي كثير المشكلات وتستمر الحياة. يعني زي ما أنت ذكرت إنه في خلفية لهم ما قبل الزواج، الأسرة اللي هم جوا منها. نعم. هل وضعهم أو ترتيبهم في الأسرة بيكون له أثر في تصرفاتهم اللي بتؤدي للمشكلات الزوجية؟ والله له أثر، لأنه يعني قلنا إحنا كنا مكان العمر صغير بيكون في إشكالات، ودار أشير لأنه يعني دائما يعني المعيشه في المناطق الحضريه يكون في اشكالات، لانه بيكون في اسره نوويه، يعني اثنين براهم موجودين في البيت، وبالتالي اي صعوبه او اي إذا بتواجههم هم حيواجههم وهم حيحلوها، ما حيلقوا زول صاحب يعني خبره يستشيره، في الغالب ما في تدخل، بالتالي بتتأزم المشكله والازمه الى ان تصبح مشكله. نعم. طيب التعليم ما عنده دور في انه مثلا يوعيهم او يخلي انه نسبه المشاكل بينهم تخف؟ طبعا التعليم يعني هو مهم جدا في كل جوانب الحياه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه يعني من اراد الدنيا فعليه بالتعليم والعلم، ومن اراد الاخره فعليه بالتعليم او العلم. نعم. ومن اراده معه فكذلك عليه بالعلم. فالعلم يعني بيساعد في حل كثير من المشكلات وتجاوز كثير من المشكلات، وتشير كثير من الدراسات انه يعني المتعلمين هم اقدر على تحمل مسؤوليات الاسره، وكذلك اكثر وعيا بما يتطلبات حاجات أبنائهم وحاجات الأسرة. نعم. وبالتالي أقدر على التعامل مع هذه المشكلات وحلها، وده عكس الأميين، لأنه في كثير من الأشياء بتغيب عليهم، وفي كثير من الأشياء لا يستطيعوا تصورها ولا يستطيعوا أنه يجدوا لها. نعم. حل. بالتالي يعني بيساعدهم على أنه يتجاوزوا عقبة من عقبات المشاكل ما كلها. نعم. طيب الضغوط الاجتماعية من مثلا ظروف اقتصادية، من مشاكل في العمل بالنسبة للزوج أو للزوجة، هل ممكن هي تلقي بظلها على 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 حياتهم الزوجية داخل البيت؟ نعم. هي كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية اللي بيمر بها الزوجين، إذا هم الاثنين شغالين أو ما شغال أو واحد شغال أو غير واحد مشغال، كلها بتلقي بظلالها، لأنه الإنسان بيتأثر يعني بكثير من المثيرات اللي حوله، إذا كان في مجال العمل. نعم. أو في الأسرة أو في الجيرة أو في كثير من الجوانب يعني.
فيه بتنعكس على سلوكياته وعلى تصرفاته وعلى كثير من جوانبه. ويمكن نذكر فيها الجانب الاقتصادي، يعني الانسان الان يعني بيواجه كثير من الضغوط الاقتصاديه والماليه والاحتياجات المتجدده. نعم. نحن بنلاحظ الان في المجتمع بدات تزيد يعني، فلذلك الناس الان بتسال ويقول لك يا اخي المرتب ما كافي. وتبقى دي ثغره انه المطالبات كثيره، المطالبات كثيرة والوضع الاقتصادي صعب كثيرة. نعم. للاشباع كثير جدا، يعني الانسان الان محتاج لكل لحظه انه هو عايز يواكب الحياه. نعم. عايز ليك موبايل، عايز ليك تلفزيون. هي بالفعل يا دكتور فعلا بتسبب مشكلة، لكن هل هم مفروض يستجيبوا للمؤثر ده؟ حنواصل حديثنا بعد الاستطلاع. بيت الهنا. إذا استحصل أمر مثلا ما قدر يحل المشكلة يعني مع بعض، ديك الساعة ممكن أنا أدخل أهلي، لكن أكون واثق فيهم إنه بيقدر يصلحوها ما يخربوا علي زيادة. أي زول ما في زول يعني يتدخل بين الزوجين، يحلوا مشاكلهم براهم بطريقتهم. والله ممكن تدخل الناس إذا بيروا إنه المسألة دي هي يعني ممكن تحل حل جذريا، أما إذا الناس ذاتهم أصبحوا مشكلة تبقى المشكلة خطيرة جدا. بيت الهنا. يعني دكتور انت ذكرت ان الضغوط الخارجيه من عمل او وضع اقتصادي وغيره ممكن ياثر، كيف الزوجين المفروض ان هم يتلافوا بما انهم عارفين الضغوط دي ومدركين لها انهم يتلافوها؟ دي مربوطه بوعي الزوجين يعني ذاتهم لما يحيط بهم من ظروف اقتصاديه واجتماعيه وإيقاع الحياة ومتطلبات الحياة المختلفة. نعم. ودي ممكن نرجع برضو للتعليم أو التأثر كذلك حتى بالمحيط الاجتماعي حولهم، بحيث أنهم ما يتأثروا به أو ممكن يستوعبوه ويتشربوه، بالتالي بعد ذلك ممكن يتجاوز كثير من المشكلات من خلال معرفة هذه الأسباب. نعم. إذا كان ضغوط اقتصادية يعني كيف يمكن كيف حلها، إذا كان ضغوط اجتماعية، إذا كان ضغوط نفسية، ضغوط عمل وغيره. نعم. الإنسان بوعيه وبإدراكه وبتعليم يمكن أنه يعرف أسباب المشكلات. يعني دكتور في بعض السيدات أو الزوجات بيفهموا أنه تلافي المشكلات معناه أن هي ما تبدي رأيها في أي حاجة عشان ما تقع مع زوج في خلاف، فيكون هو صاحب الصوت الواحد في البيت، وبالتالي بيكون في ملل، يعني تصبح المشكلة تتحول لمشكلة ثانية. رأيك شنو في موقف زي ده يعني؟ والله الموقف زي ده موقف سلبي، وهو ممكن قد يفاقم من المشكلات، وده بيؤدي إلى السكوت. يعني مثلا الزوجة أو الزوج يعني بيكون في كثير من الأزمات أو بعض المشكلات أو بعض الصعوبات أو المعوقات موجودة وهو لا يتطرق إليها، بحيث أنها بتثير كثير من المشكلات. نعم. وتظل متراكمة تتراكم إلى أن تصبح عقدة ومشكلة كبيرة يصعب حلها، تتعقد. نعم. فلا بد من أن من أول لحظة تظهر مشكلة أو صعوبات أو أي أزمات لابد من مناقشتها وحلها أولا بأول حتى لا تتراكم وتتعقد. نعم. أنا برضو كنت حسألك في نفس النقطة دي، أنه في بعض الأزواج بيشوفوا أنه المشكلة بعد ما انتهت والناس يعني المياه رجعت لمجاريها. نعم. أنه يسكتوا عن الحصل ويبدوا صفحة جديدة، فهل دي تعتبر معالجة يعني؟ والله هي السكوت عن كثير المشكلات هي ما معالجة، هي نوع من يعني زي ما أقول المسح على المشكلات من 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 فوق. نعم. وتظل الجذور موجودة يعني، وتظل الرواسب موجودة. نحن عندنا في علم النفس بنعرف إنه يعني رواسب الإشكالات والعقد النفسية عن طريق الكبت هو ده نوع من الكبت. نعم. بتكبت كثير من المشاعر وكثير من الانفعالات وبتصبح موجودة في العقل الباطن، فأحيانا قد تنفجر بصورة كبيرة جدا تؤدي إلى تفاقم المشكلة وظهورها بشكل كبير للغاية. يعني إذا هي سكت عنها حلها. نعم. إذا سكت عنها بتتحول لكبت، والانفعالات المكبوتة دي بتتحول لفعل فيما بعد ويؤدي لمشكلة أكبر من من المشكلة. نعم. قبلها. نعم. طيب في ناس في حالات زي دي بيلجأوا للأهل في حالة إنه أحد الطرفين فضل السكوت عن المشكلة، هل نعم. تدخل الأهل يعتبر حاجة إيجابية؟ والله تدخل الأهل ناخذ بجانب، هو فيه جوانب إيجابية، ودي يمكن جدا من مرحلة الاختيار الزواجي بفتكر ان هي ناحيه ايجابيه لانه في قبول للاخر. نعم. بهذا الزواج، ولذلك تدخله في حدود معقوله يعتبر حل لكثير المشكلات، وخاص اذا كان في قبول للزواج. نحن بنلاحظ بعض الزيجات بتتم عن طريق يعني بيكون اصلا كان في اشكالات وفي عدم رضا، وبعد ذلك الناس بيكون امام الامر الواقع بيتم الزواج. ففي هذه الحاله يعني لو حصلت مشكله تدخل الاقارب
او اسره الزوجين بيعقدوا من المشكله. نعم. ولكن في حاله الرضا المساله تكون سهله للحل، لانه اصلا كان في رضا، لكن المشكله دي ممكن تتدخل، ونفس التدخل للقبول وللموافقه بيساعد جدا في حل المشكله. يعني في كثير من الناس بيقول لك المشكله دي مفروض حلها يكون على المرأة، إذا المرأة الحكيمة كان حيكون كذا وكذا. في ناس بيقولوا لا، هو سيد البيت مفروض إنه ما يعمل كده. فهل العبء بتاع حل المشاكل بيقع على أحد الطرفين ولا هو مسؤولية مشتركة؟ والله مسؤول حل المشكلات في الأسرة مسؤولية مشتركة. نعم. لأن الأسرة هي ذاتها، والحياة الزوجية حياة مشتركة، يعني فيها تبادل الأدوار، وفيها تناغم، وفيها توافق، فيها تكامل، وفيها تكامل، وفيها كثير من الجوانب المشتركة. لذلك حل المشكلات ما بكون من طرف واحد. طيب مرات دكتور المشكلة بتصل لأنه في أبناء بيكون في الأسرة. نعم. فيتدخلوا بأنه يرضوا الأم، يسكتوها إذا هي بتبكي، أو يهدوا الأب. هل دي لها أثر سلبي على الأبناء؟ أكيد طبعا الطفل يتأثر بكثير من الظروف اللي حوله، خاصة الظروف النفسية والانفعالات اللي حوله، وهو بيكون يعني ملاحظ لهذه التصرفات وهذه الانفعالات من والديه، وبالتالي ممكن يعني تشعر بعدم الأمان والاستقرار. فعلا تشعر بعدم الأمان. يمكن نحن بنلاحظ في كثير من الدراسات بتشير لأنه الأطفال اللي بيعيشوا في أسر تعيسة وفي إشكالات كثيرة جدا أفضل للزوجين أن ينفصلوا. نعم. وكثير من الدراسات بتشير انه حياتهم بتكون افضل من خلال انهم يعيشوا مع امهم او مع ابوهم. نعم. بدلا من المعيشه في جو فيه مشاحنات وفيه غضب وفيه اشكالات. نعم. وقد يكون انه الاهم بالنسبه للابناء الاستقرار، سواء بجوار الوالدين او لا، لكن يحبذ انه يكون طبعا بجوار والدين طبيعي. يعني ممكن احنا في النهايه دكتور نقول انه المشكله عشان ما تصبح مشكله احنا نحاول نطلع منها بفوائد وخلاصات بتاع التجارب. نعم. يعني في كثير من المشكلات نحن طبعا بالنسبة لتعريفنا المشكلة، نحن بنعتبرها مشكلة لما تصبح الحياة صعبة. نعم. الاستمرار في هذا الوضع، ولكن الأزمات والصعوبات والإشكالات الصغيرة يمكن أن تكون مفيدة في بعض الأحيان، لأنها قد تخلق نوع من الاستراتيجية أو مناهج جديدة للتصدي للمشكلات أو المعوقات. نعم. وكذلك بتساعد في انه يعني الانسان ينجح في المستقبل لتصدي للمشكلات اللي بتواجهه في حياته، فهي كنوع من التدريب. نعم. لحل المشكلات او نوع لتفادي كثير من الازمات اللي بتواجهه. يعني الازواج في نهايه المشكله اذا تدارسوا المسببات بتاعتها، ده بيخليهم يتفادوا مشكلات في مستقبلهم، واحنا حريصين دائما نديهم النصائح دي من مختصين. دكتور الجيلي حمزه، مختص في مجال علم الاجتماع بجامعه ام درمان الاسلاميه، بنشكرك على هذه الافادات اللي قدمتها لنا، وكل الاسر اللي تابعتنا، احنا حريصين على انه الاسره تكون مجتمعه، تكون اسره سعيده، وتكون فيها خلافات بتحل بالتاكيد بالتفاهم والتشاور. وانت يا ست البيت ممكن تخلي هم سعيدين بالتغذية اللي بتقدميها. خليكم معنا في فقرة الطبخ. بيت الهنا. بنحييكم في فقرتكم المتضذرة كل ست بيت، وطبقنا اليوم مع شيف سامي محمد. ازيك يا شيف سامي؟ اهلا ومرحبا بك استاذة سحر، ومرحبا بكم مع الطبق الجديد. شيف سامي، شايفينك محضر مكونات متنوعة، وعايزينك تكلمنا عن طبقنا اليوم. طبقنا اليوم اسمه معلاق الخروف. معلاق الخروف، اللي هو مكوناته عندنا هنا، عندنا الفشفاش والقلب والكبدة، وعندنا ثوم مجفف. نعم. محمص، ثوم طازج، بصل، بهارات مشكلة، شطة حمراء، ورق غار أو ورق اللورة، عندنا قرفة عيدان، عندنا شطة حمراء، وعندنا بقدونس، وعندنا هنا صلصة طماطم بالإضافة للملح والفلفل والزيت وموية. نعم. هتبدأ بأي واحد من المكونات يا شيف سامي؟ أولا ببدأ أحاول أسخن الحلة بتاعتي، أخليها سخنة، وابتدي أقطع البصلة بتاعتي على أساس أنه أبتدي أشتغل بها. نعم. فهنا يعني الأكلة دي قريبة جدا للي احنا بنسميه الكباب السوداني، اللي بنعمل فيه الكبدة. نعم. والكلاوي والقلب، هي قريبة للكباب السوداني. بس الفرق أنه ما فيش بطاطس ولا جزر، وما فيش جزر. نعم. فيها، وبعدين هنا حنعملها شويه حاره. يعني بنعمل خلطه في المطبخ ما بين المطبخ العربي وخلطه ما بين المطبخ الاسيوي. الاسيوي بالبهارات بتاعته، عشان اعملها البهارات بتاعته حاره. بجي بقطع البصل في الاحجام دي، مربعات صغيره. في الاحجام على اساس انه اشتغل بها كده. البصله بتاعتي بقطع بالطريقه دي. نعم. واقوم اضيف الزيت
برضو الكباب بتاعنا ما بنقلي له بصل، ما بنقلي للبصل كده بالطريقه دي، كل المكونات. لكن كل المكونات بنقليها مع بعض وبنخليها تكون جاهزه. فنحن بالطريقه دي قمنا بضيف البصل ده وبسيبه هنا. طبعا تدريجيا الحله هتسخن لي مع الزيت مع البصل، هتسخن تدريجيا وانا بكون مواصل اني اضيف اجهز باقي الحاجات بتاعتي. بجي بالنسبه للثوم، ابشر الثوم، بالطريقه دي كده، وبسيبه بجنب جاهز على بال ما شويه البصل بتاعي يبقى لي شويه لين. نعم. بعد ذاك بحاول اضيف الثوم. في الوقت ذاك بجي ابتدي اقطع في اللحوم بتاعتي عشان اخليها جاهزه. اجي اقطع الكبده. طبعا الكبده في ناس بتحبها انها تقشر الكبده وبعد ذاك تقطعها، وفي ناس بتحب انها تشتغلها بالطريقه دي طوالي من غير ما تتقشر. يعني الكبده نفسها خلينا نتكلم عنها شويه يا شيف سامي، في اختيارنا لها كيف نعرف انه هي كبده تصلح لانه احنا نطهوها ونعمل بها طعام، يعني خصائصها وميزاتها ومواصفاتها؟ طبعا الكبده بالذات يعني حتى لو ما كانت طازه او جديده بتكون واضحه جدا في اللون بتاعها، يعني بنلقى اللون بتاعها يتغير ومال للاخضرار. نعم. فنحن بمجرد ما نلقى الكبده انه اللون بتاعها مايل للاخضرار يبقى نتجنبها وما نحاول ناخذ الكبده. لانه كل ما كانت طازه الكبده بيكون فائدتها عاليه جدا وبتكون فيها فوائد جمه. بقوم بضيف الثوم بتاعي للبصل بعد ما بقى الصوم وبحركه شويه وبواصل في تقطيع يعني اللحوم. سامي الكبده برضه الناس تعرف فوائدها انه فيها كميه كبيره من الحديد، بينصح بها دائما الناس اللي عندهم نقص الحديد. ايوه ومرات لما تتاكل نص استوى، كيف ممكن الواحد يخلي طعمها يكون كويس بحيث انه الناس تاكلها؟ دي طبعا بترجع للتتبيله ولحسب، فهي الكبده نص استوى مطلوب انه الواحد ياكلها نص استوى لانها يمكن فوائدها بتكون اكبر من انها تكون في الاستوى الكامل. نعم. فبقوم بضيف الكبده والقليب، قطعتهم الاثنين للمكونات وبقلبهم مره واحده. كثيرين عشان يتمكنوا انهم ياكلوها وهي نص استوى او اقرب انها تكون نيئه بيضيفوا زبده الفول السوداني مع شويه ليمون وخل وبهارات، فبتكون لهم كده قابله انها تتبسط زي ما بسموها عندنا هنا المراره. يعني أيوة. تتاكد النيه. نعم. فهي نعم يعني من ناحيه صحيه، يعني حتى النيه فيها خطوره، يعني فيها خطوره. نعم. انه انا باكل في لحمه نيه من غير ما تنطهي لازم تتشوح في النار. ايوه لازم تخش النار، لازم تتشوح في النار. لازم تكون عجنه. ودائما عندنا السودان بقول لك ما في سم غلب النار، يعني اذا في اي حاجه طبعا هي الانسان لو مسكناها يعني بتلقى فيها يعني حتى لو لقينا 90% صح في حاجات ثانيه، في حاجات نعم مع الطماطم بغير السموم المركبه، لكن التلوث فيها نوع من السموم. ايوه نعم. ثاني شفاك ما حتستخدم مثلا طماطم طازجة؟ ما حستخدم طماطم طازجة، حستخدم صلصة الطماطم بس. نعم. بستخدم معاها شوية من الموية. نعم. على أساس إنه تطريها لي وتكون لي فيها. نعم. فهنا أنا بعد ما أضفت الحاجات دي وخليها تتقلب على النار، وأنا هخليك تقلبها يا شيف سامي شوية. وأذكركم مشاهدينا بنصائح وفوائد طبقنا. بيت الهنا. شيف سامي الآن أنت قطعت كل المكونات وضحتها مع البصل والثوم تتقلي على النار، الخطوة الثانية حنعملها شنو؟ الخطوة الثانية بقوم بضيف عندي القرفة. طبعا أقوم أضيفها بطولة إذا عايزة كلها، وأقوم أضيف ورق اللورا أو الغار أو ورق الغار. نعم. الاثنين مع بعض بقلب شوية كمان. يعني طبقنا يعني نقدر نقول انه هو يعني نوعا ما فيه دسامه، فيه نوع من الدسامه. السلطه ممكن ناكلها تخفف شنو؟ السلطه اللي بيكون ممكن ناكلها، ممكن ناكل معاها سلطه بتاعت مثلا البطاطس، سلطات. نعم. بتحتوي على البطاطس انا ممكن اكلها معاها. نعم. سلطه بتحتوي على او سلطه الكولسلو طبعا مع اللي هو مع الكروم سلطه الاسود. سلطه الاسود ممكن برضه انا اخذها معاه.
طبعا هنا جداتها قطعة بتاعت فلفل حار جداتها، وبقوم بكب شوية من الشطة لأنه نحن قلنا الملاك بتاعنا حار. نعم. بكب شوية من الشطة على أساس إنه ما تكون حاجة سخنة شديد خالص. نعم. وهنا عندي البهارات المشكلة، فأقوم أضيف بهارات مشكلة. نعم. يعني الريحة يمكن أول بأول إحنا بنحس بنكهتها مجرد ما أنت وضعتها على الطبخة، فرائحة أيوة مميزة وشهية جدا. حشد على الطبخة. وأنت أضفت الشطة الخضراء برضو، ده الشطة الحمراء الطازجة برضو. أيوة دي نعم. من الحاجات المشهية. أيوة، عشان أنا طبعا أحصل على النكهة. طبعا أهم حاجة في إنه أنا عايز أكل النكهة بتاعت الأكل تكون طيبة جدا عشان تجذبني على أساس إنه نعم. أنا أكل أصلا. فهنا بقوم بضيف الصلصة. طبعا مجرد ما اضفت الصلصه طبعا حسب ما فضلت انك تقطعها لقطع صغيره، المكونات كلها قطع كبيره يا شيخ. لا قطع كبيره شويه على اساس انه انا عايز بعدينك تكون شويه واضحه. انا مجرد ما اضيف الصلصه بقوم اضيف نص كوبايه بتاعت مويه، نص كوبايه ما احاول اكثرها على اساس انه لانها طريه كلها. ايوه عشان طريه بعدين عشان الصلصه ذاتها تكون دابله، بتديني نوع من المرقه بتكون موجوده نعم. في اللحمه بتاعتي، يعني بتدي طعم مميز جدا يا شيف سامي. بتدي طعم برضو من النكهات زي الجنزبيل، الحاجات الحارقه زي دي بتكون مشهيه مع انواع اللحوم باشكال مختلفه. ايوه نعم، ما دام انا اصلا عاملها حيه حارقه يعني ممكن اضيف الجنزبيل، ممكن اضيف الحاجات شويه فيها نوع من السخونه بالتأكيد. ممكن احنا هنخليها برضو مع الصلصه شويه، ونذكركم مشاهدينا بمقادير طبق اليوم. بيت الهنا. بيت الهنا. شيف سامي، يعني بتاخد فتره قد ايش عشان احنا نقول انها استوت واصبحت جاهزه للتقديم؟ طيب احنا عندنا الطبق ده بياخد فتره ما بين 25 ل 30 دقيقه. وبعد ذاك انا بجي مجرد ما انا قلبتها وابتدت تغلى معايا، فبقوم بخفض لها النار خالص وبسيبها في النار هاديه عشان تنجد عليه راحتها. نعم. فانا كسبا للزمن طبعا عشان ما فيش زمن عندنا. فقمت جهزتها واحده جاهزه هنا. نعم. لو لاحظت بعد مستوية ما استوت ومستوية تماما جاهزة لأنها تقدم، فكل البهارات بتاعتي اتخلطت جواها. نعم. واللحمة ذاتها بعد ما فقدت نسبة من الرطوبة بتاعتها. نعم. يعني الأحجام بقت لي صغيرة نوعا ما، بقت حاجة مناسبة ممكن والأكل كله طبق مع بعض. يعني شيف سامي مرات بنشوف الناس برضو بياخدوا الكلاوي والكبد والقلب والحاجات دي، لكن بتكون بتاعت الدجاج، ممكن نطبخها بنفس الطريقة؟ الكلاوي هي ممكن تطبخ بنفس الطريقة طبعا، أصلا هي بتطبخ بنفس الطريقة بذات الكلاوي بتاعت الدجاج. يعني احنا والكبد زي ما بنسميها عندنا عادي هناك بيسموها قوانص. نعم. يعني من العلامة اللي انت ذكرتها الآن انه قطعة القطع اللي انت قطعتها بتاعت الكبد والكلاوي والحاجات دي انه كونها حجمها اقل، ده واحدة من علامات النضج يا شيف سامي؟ هي واحدة من علامات النضج طبعا. نحن عندنا النضج ده نحن لازم، وطبعا دي هي بترجع لحسب الرغبة. نعم. يعني انا زي ما ذكرنا قبل في بداية الحلقة انه الكبدة ممكن تتاكل في نص استوى، ممكن تتاكل استوى هي كامل. في استوى كامل. نعم. فانا اذا كنت عايزها في نص استوى ممكن اطلعها، يعني في 25 دقيقه بتكون وصلت لي نص استوى او قبل الاستوى الكامل. وممكن اطلعها الحته دي، لكن 35 بتكون استوى كامل، لل 30 دقيقه واكون ضمنتها انها تماما كامل. استوت وانها ما فضل فيها حاجه، انها عايزها زياده في للزمن. المكونات دي هل في تفاوت في نضجها؟ يعني ممكن الكبده تستوي قبل القلب او الكلاوي؟ ايوه نعم، لانه في فرق ما بين الكبده والكلاوي وما بين في بعضها عضليه شويه. ايوه. فالقلب طبعا معروف هو عضلي، فبياخذ زمن أطول. شويه اطول من الكبده، ولكن حتى لو لاحظت وانا كنت بقطع قطعت حجم الكبده كان اكبر من حجم القلب القطعته. نعم. على اساس انه انا اخذ في نفس الزمن اخذ نفس درجه الاستواء بالنسبه للاثنين مع بعض. الفروق في الاستواء بيساويها التقطيع، القطعه التقطيع اللي هي بتتحكم لي في انها تاخذ نفس الزمن. نعم. او تاخذ زياده. نشوف طريقه التقديم يا شيف سامي. طيب نحن نشوف نقدم الطبق بتاعنا. طيب نحن نقوم
بالطريقه دي لو لاحظت حتى الفلفل الاحمر اداني شكل ونكهه جدا. نكهته مميزه جدا ونكهه مميزه يعني. دائما الحاجات اللي ما بتحتاج لتقطيع صغير او كده بنحبذ انه الابناء الاولاد او البنات يساعدوا الام ما دام التحضير سهل يعني في المطبخ. ايوه نعم عشان التحضير بيكون سهل في يعني حاجات بتكون خفيفه يعني عندنا المطبخ دائما يعني الزول لما يبقى نشيط على المطبخ ما بكلف حاجات كثيره وما بتكون فيه حاجه محتاجة انها تاخذ اكثر من اللازم. وبكده الثوم المجفف بكده سامي طبقنا اصبح كامل وشهي جدا. يديك العافية عليه. ومشاهدينا زي ما تابعتوا طبقنا سهل ومغذي زي اطباق المعودينكم عليها دائما. انا اتشرق تطيبي ايميلنا راسلونا عليه. ولحد ما نشوفكم مع السلامة. بيت الهدى.